أهلا بكم. إذن تثير القرارات التي شرع مجلس القيادة الرئاسي في إصدارها نهاية الأسبوع الماضي تثير الكثير من التساؤلات والشكوك حول مدى قدرتها على إحداث التغيير الذي ينشده اليمنيون على صعيد الأوضاع الاقتصادية والأمنية. ومساء الأحد أصدر رئيس مجلس القيادة قرارين قضى أحدهما تعيين مبخوت بن ماضي محافظا جديدا لحضرموت خلفا لفرج البحسني، وقضى الثاني بتعيين رأفت الثقلي محافظا لسقطرة خلفا لرمزي محروس. وانتقد مراقبون القرار الرئاسي الخاص بتعيين رأفت الثقلي محافظا لسقطرة نظرا لسجله المعروف بالتقارب مع الحوثيين، حيث ظهر في أكثر من مناسبة على قناة المسيرة التابعة للحوثيين بين الأعوام 2012 و2015 وهو يردد شعار الصرخة الطائفية الخاصة بالميليشيا الحوثية. من جهة أخرى، لاقى قرار إقالة البحسني ترحيبا في الأوساط الشعبية، حيث شهدت مدينة المكلا احتفالات بالألعاب النارية عقب صدور القرار الذي جاء بعد أيام من قيام المحافظ المقال بتوقيف مسؤولين بينهم وكيل المحافظة في الوادي والصحراء متجاوزا صلاحياته الممنوحة له وفقا للدستور. وفي الخميس الماضي أعلن مجلس القيادة إجراء أول تعديل حكومي طاول أربع وزارات في الحكومة الشرعية أبرزها وزارة الدفاع. وينضم معنا المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، نرحب بك. إذن كيف تقرأ مستقبل ومصير هذه القرارات التي يصفها الكثير بالمثيرة، خاصة منها قرار تعيين إبراهيم الثقلي محافظا لسقطرة المعروف عنه بالتقارب مع الميليشيا الحوثية الإرهابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن هذه القرارات من قبل المجلس الرئاسي تهدف أولا إلى تدبير المجلس على الأرض، هذا فيما يخص تعيين محافظا لسقطرة. المجلس اتخذ القرار وهو يدرك هذه الأبعاد أو الأهداف السياسية من اتخاذ هذا القرار من الناحية النظرية. أما فيما يخص القرار الآخر الذي قضى بتعيين محافظا لحضرموت، فأعتقد أن الهدف منه هو تفريغ الأخ البحسني من حد مهام المجلس الرئاسي حتى لا يظل منشغلا بالمحافظة، وبالتالي تكفر المسؤوليات عليه، لأن المجلس مناسبه أعمالا كثيرة على رأسها توحيد القوى العسكرية ثم بناء أدلة الدولة العميقة، وهي الهدف الأساسي من هذه من المجلس لاستعادة الدولة، إذ أن بناء أدلة الدولة العميقة واللجنة المعلوماتية والجيش والأدوات الخشنة هي المقدمة الأولى الحقيقية لاستعادة الدولة، وبالتالي يجب أن يتصرف أعضاء المجلس الرئاسي المشكل كمجلس كبير من حجر المهام الملقاة على عاتقه، وكون المسألة مسألة حرب، نحن في بلد على داخل رحى حرب أمام هذه الميليشيات الانقلابية الحوثية، وهذا يقتضي أن يكون للمجلس مدى وأن يسعى المجلس إلى الوصول إلى المواطنين عن طريق استحداث تغييرات شاملة. لا أعتقد أن هذه أنه سوف يقف عند هذا المستوى، بل سوف تمتد التغييرات ربما إلى وزارات قادمة جديدة ومحافظين جدد، وربما تصل إلى أدنى من مستوى محافظ أيضا. نعم، لكن على صعيد التوافق الوطني وتحسين الوضع المعيشي، برأيك هل ثمة أهمية أو جدوى من هذه القرارات؟ أعتقد أن المجلس يسعى أولا في تهيئة البنك، وتهيئة البنك ترتبط بشكل أساسي بمجموعة من الإصلاحات على رأسها الإيرادات وكيفية تحويلها وإعادة انتظام الدورة النقدية الداخلية، وهذه تقتضي إحداث تغييرات وتغييرا في البناء، وأيضا مسألة التحرر العام، لأن الحكومة أمامها مهام، والمسألة الاقتصادية مرتبطة أيضا في مسألة الإيرادات بدرجة أساسية، والسيطرة على الموارد السيادية
بما فيها الغاز والنفط والسواحل والموانئ وغيرها، وهذا يقتضي من المجلس التحرك بسرعه وتهيئه البنك بشكل عام لتلقي اي من المساعدات او المنح او القروض، وهذه مساله اساسيه. فالبنك المجلس الرئاسي الان يبدو انه يمارس كدور مساند ومكمل لما كان يفترض ان تقوم به الحكومه في الفترة السابقة. يبدو أن المجلس الآن يسعى باتجاه العمل أو توحيد كافة الجهود لتصب في مجال واحد، هي كل من مسألة الحرب واستعادة الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي وإعادة بناء مؤسسات الدولة بكافة المحافظات. مع الأسف الشديد هنالك محافظات كان العمل فيها بطيئا ولا ينسجم مع المشروع المعلن بمشروع استعادة الدولة. نعم، لكن هناك من يقول بأن تلك القرارات لم تكن صناعة يمنية محضة، وأنه يتم إملاؤها من التحالف ربما أو أطراف دولية مهتمة بالملف اليمني، بالتالي لن يعول عليها شيء. ما دقة مثل هذه الأقوال؟ لا أعتقد أن قرارات مثل هذه، خصوصا مثلا القرارات التي اتخذت بتغيير وزير الدفاع مثلا أو وزير النفط أو المواصلات تحتاج لتدخل خارجي، قد تنطبق ربما تكون مسألة وزارة الدفاع ربما، لكن التغييرات أتت باتجاه تعزيز سيطرة المجلس الرئاسي، وأعتقد أن مجلس مكون من هذا العدد الكبير لا يمكن أن تولى عليه شروط بهذا الشكل إلا إذا كان المجلس نفسه هو من تبنى هذه الإصلاحات، أو أطراف كبيرة أكثر من النصف داخل المجلس هي صاحبة المقترح في دار التغييرات وأخذت هذه التغييرات نقاشا قويا داخل المجلس. المجلس ليس متهور إلى هذه الدرجة، لكنه يحاول أن يوجد نفسه وبقوة، خصوصا رئاسة المجلس أو رئيس المجلس تحديدا يعمل بطريقة إلى حد كبير مناسبة فيما يخص إعادة بناء مؤسسات الدولة خصوصا الخشنة منها وأبنية الدولة العميقة، وهو ما كنا نفتقده طوال الفترة الماضية. نعم، برأيك هل ثمة توقعات بقرارات مرتقبة تصب في مصلحة اليمنيين واستعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب الحوثي، وكذلك ماذا عن الشارع اليمني؟ كيف استقبل مثل هذه القرارات برأيك، وخصوصا في المحافظات الجنوبية؟ يعني هناك مكونات جنوبية ربما قد ترفض مثل هذه القرارات. أعتقد أن تقريركم ذكر أن هناك احتفالات في حضرموت، هذه المسألة لا يقيسها الشارع إلا بما سوف يقدمه المعينون الجدد في مناصبهم والآلية التي سوف يتبعونها ومقدار التحسن في الأوضاع المعيشية والأمنية والحياتية للمواطنين. أعتقد أن قياسها اليوم قبل أن تظهر آثارها على الأرض لا يمكن قياسها. المسألة ربما الشارع يتعامل معها ما اعتاد عليه. نعم، ماذا عن سقطرى إذا؟ المجتمعات الشرقية مع الجديد بالنسبة لها دائما مقيم حتى وإن كانت بفيه مصلحة. نعم، إذا المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.